أعتقده. لا ليس كذلك، قومي بتخمين أي رقم. 12. أول يوم في المدرسة، لن أترك أحد يفسد مزاجي. لا، ما هذا؟ ما هذا؟ ماذا يفعل نيكتي هنا؟ هو والده اليوم لم يستطع الاستيقاظ في الفترة الأولى. نيكتيا، هناك لعبة جديدة على البلاي ستيشن. هذا صحيح، فقط استدير. أجل، اجلس. هيا هيا العب، هيا 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 العب، هيا هيا. إذن سيكون لدينا اليوم مواد جديدة وطالب. لماذا يقال هنا أن الطالب جاء كطالب تبادل من ترانسلفانيا؟ ترانسلفانيا؟ إلي هنا من فضلك. نجح الطالب، كل شيء عظيم. خذيه لنفسك. يا رفاق، لقد نسيتم قيودكم. افلتي بنفسك، إنه أكثر فائدة. يا رفاق، رحبوا بصديقتكم وينزداي آدمز. هذا جيد، هذه أوليانا. لماذا أوليانا؟ ماذا؟ هل هذا دانيال؟ هذا فتى مختلف. لا ليس كذلك، إنه دانيال. أوليانا، حاولي وامسكي بي. أوليانا، إلى أين أنت ذاهبة؟ لنتعرف عليها. هل لدى أي شخص أي أسئلة للفتاة الجديدة؟ لا نيكتيا، لن ينضم أحد إلى ناديك. هل فهمت نيكتيا؟ حسنا، سأثبت للبشرية قريبا أنك على قيد الحياة أيضا. هل أنت حقا من ترانسلفانيا؟ نعم، أنا حقا من ترانسلفانيا. ما الذي يحدث للضوء؟ لا أفهم. ترانسلفانيا؟ ترانسلفانيا؟ حسناً، يجب أن أتصل بالكهربائي. هيا احصلي على مقعد. دعونا نفعل بعض الحيل على الوافدة الجديدة. كيف فعلت هذا؟ لا أعلم، ربما لم تضغط على الأزرار. لقد وضعتها. انظري، هناك شيء يسقط على الأرض منك. لا، لم أفعل. لا، هذا صحيح، سقط شيء ما حقا، انظري إليه. لا، لم أفعل.
لا، إنه ليس أنا، إنه شيء. من؟ أيها الشيء، هؤلاء هم أصدقائي. أصدقائي، هذا هو الشيء. حسنا، الصمت. لماذا تصرخ؟ لا، إنه كابوس. لا، ما هذا بحق الجحيم؟ هل هذا هو الشيء؟ ما هذا؟ إنها يد حية. إنها ليست يد، إنه أحد أفراد عائلتنا، مثل حيوان أليف. حيوان أليف؟ لن أتسامح مع أي حيوان أليف في صفي. ضعي هنا في هذا القفص. حسناً، قوموا بحل التمرين من الصفحة 32 إلى الصفحة 34. حسناً الجميع، اجلسوا وافعلوا ما قلته لكم. هيا، هذا هو، ليذهب الجميع. يا لها من فتاة مجنونة. أوه، شيء صغير بشع. حسناً اهدأ، اهدأ، أنت لا تحب ذلك، أليس كذلك؟ إنه ملكي، ملكي أنا. لماذا تخفيني هكذا؟ من فضلك امسكي بها. لأحصل عليه ماذا يجب أن أفعل؟ إنهم ليسوا لك، إنهم من أجل هؤلاء الكلاب الجائعة المشردة. من أين أتى هؤلاء؟ لا أعلم، لقد وجدتهم في الشارع. ألا تعتقدين يا سوشا أنها غريبة جداً؟ سمعت أن هناك مصاصي دماء وساحرة، وربما هي واحدة منهم. لا تكوني سخيفة، إنها مجرد فتاة. في الواقع لقد جئت من بيئة مليئة بالسحرة ومصاصي الدماء، لهذا السبب أستطيع قراءة العقول. هذا ليس صحيحاً. نعم، هذا ما أعتقده. لا، ليس كذلك. اختري أي رقم. 12. 12. أرجواني، أرجواني، من يعجبني؟ نيكتيا. هذا ليس صحيحا. ماذا؟ إنها حقا مجنونة بك. حقا؟ ليس صحيحا، لا شيء من هذا صحيح. قفي. لقد فعلت شيئا مضحكا. هل أحببت هذا؟ أنت لا تخافين منه؟ لا، هل أستطيع لمسه؟ نعم. إنه لطيف جدا. إنها تحبك. أوه، هل تريديني أن أقدم لك جولة في المدرسة يا صديقتي؟ صديقة، هذه كلمة غريبة. لنذهب، هذه هي كافيتيريا المدرسة، وهذا هو أسوأ طاهٍ في العالم. قاعدة 5 ثوان. تتعمد طهي ألذ الأشياء حتى تتمكن من بيع البرجر الخاص بها. انظري إليها. ماذا لدينا اليوم؟ اليوم لدينا حساء من الأحذية المنسية.
لدينا أي شيء آخر؟ لسوء الحظ لا، ولكن هناك بعض البرجر الجيد حقا هنا. أوه رائع، إذن كم الثمن؟ 20 دولارا. ماذا، غال جدا. أنا لا أحب ذلك، تناول الحساء. لا هيا، هل سيكون هناك تنازل؟ وهذا من أجل البقشيش. هيا تناولي وشكرا لك. شكرا لك، سأتناول الآن. آه مرحبا. أوه لا، ليس الآن، ليس أنا. انظري إلى هذا، أليس هذا رائعا؟ انظري نيكتيا، هل هذا البرجر الخاص بي؟ سوف أقتلك، سأقتلك نيكتيا. وهكذا نعيش كما يقول العم فيستر، لا رجال لا مشاكل. انتظري، لا تفعلي. ماذا تفعلي؟ لا يمكنك إطلاق النار هكذا. لقد فهمت. ماذا؟ لا، فقط اخرجي من هنا. لا، لا يمكنك ان تقتلي الناس، مستحيل. لقد فهمت، سنفعل ذلك بطريقة اخرى. لنذهب. أعتقد أنها انتهت صلاحيتها ولا نستطيع التخلص منها. يا رفاق، لدينا حساء دجاج على القائمة الليلة. هل شاهدت فيلم فرانكشتاين؟ نعم، هذا ما سنفعله بالدجاج. دجاج دجاج، إنه حي. نعم نعم، إنها على قيد الحياة، وأنت أيضا على قيد الحياة، ونحن ننتظرك بالمشفى. خذي هذا. حسناً، يا له من زي مختلف. هذا رائع، أنا مثلك، ونحن الآن أفضل أصدقاء. سوشا، ماذا ترتدي؟ تبدين غريبة الأطوار. من؟ أنت تشبهينها يا سوشا، ماذا بك؟ سوشا تعالي معنا، هذه ليست صديقتك. أفضل أن أكون وحيدة على أن أكون هكذا. إما نحن أم هي. نعم صحيح، لنذهب نيكتيا. نيكتيا!